لأنها من أكتر الفواكه المحببة عند المستهلكين بشكل عام. ارتبطت ملكة الفواكه بعادات غريبة عند بعض الشعوب، فقيل إن بعض الهنود كانوا بيتبركوا بأوراقها في حفلات الزفاف لاعتقادهم إنها هتساعدهم على إنجاب الأولاد. أما في الصين فشاع تقديس المانجو في فترة حكم الزعيم الصيني ماوتسي تونغ في ستينيات القرن الماضي بشكل أثار ذهول العالم. وبدأت العادة دي لما وزير الخارجية الباكستاني شريف الدين بيرزادة قام بزيارة الصين وأخذ معاه هدية للزعيم الصيني كانت عبارة عن سلة فيها 40 ثمرة مانجو. استقبل ماوتسي تونغ الهدية بسعادة كبيرة وقرر يعمل منها رمز يزيد به حماس العمال، وبالفعل اتوزعت الهدية على عدد من مصانع بكين، وتعامل العمال مع الهدية بتقديس لأنها كانت بالنسبة لهم رمز ودليل على حب ماو، وعملوا احتفال رسمي لاستقبالها، وأجبر العمال كل يوم الصبح يقدموا لها التحية. ولما تعفنت حبة المانجو طهوها في مية سخنة وشرب العمال كميات من المية دي على إنها مقدسة. وما وقفتش الأمور الغريبة لحد هنا، فالأغرب إن في سيدة صينية حكم عليها بالإعدام لأنها قرنت حبة مانجو بحبة بطاطس، ووجهت لها المحكمة تهمة سب رمز من رموز البلاد. واستمرت العادة الغريبة في تقديس المانجو في الصين لمدة سنتين، وبعدين تراجعت بشكل تدريجي لحد ما انتهت تماما. أما في مصر فبدأت زراعة المانجو لأول مرة في عهد محمد علي باشا سنة 1825، وتوسع المزارعين في زراعة أشجارها في كل بر مصر، وتركزت بشكل خاص في محافظات الإسماعيلية والشرقية والجيزة والفيوم. ومن أهم أسباب نجاح زراعة المانجو اختيار شتلات قوية ومطابقة للصنف المطلوب وخالية من كل الإصابات. من أهم أصناف المانجو في مصر صنف النعومي والعويس والسكري والألفونس والكيت، والمانجو بكل أصنافها مفيدة للصحة بسبب انخفاض سعراتها الحرارية وغناها بفيتامين A وK وE وB، وغناها كمان بالبروتين والنياسين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس وحمض الفوليك. وكل العناصر دي ادت لها مزايا مهمة زي انها بتساعد على تقوية المناعة ونمو واصلاح الشعر، وبتقي من السرطان وبتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. بتتنوع استخدامات المانجو بين الاكل في صورتها الطازجة وبين تحويلها لعصير او كمربى، وبتدخل في صناعة واعداد انواع كتير من الحلويات خصوصا في شهر رمضان الكريم، وكمان بتستخدم في إعداد بعض المأكولات المالحة والمخللات. استنونا المرة الجاية وفوائد وحكايات جديدة عن نبات جديد من مملكة النباتات.